يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول كنت أنا ومعي 3 من الإخوة مسافرين في رمضان، فصلينا جميعا صلاة القيام في السيارة، كان السائق هو الإمام وواحد عن يمينه وإثنان خلفه. يقول كنت أنا ومعي 3 من الإخوة مسافرين في رمضان، فصلينا جميعا صلاة القيام في السيارة، كان السائق هو الإمام وواحد عن يمينه وإثنان خلفه، وفعلنا ذلك لكي لا يشغل بعضنا بعضا، فهل فعلنا هذا صحيح؟ صلاة النافلة على الراحلة أو على المركوب إذا كان صلاتها على الأرض يعوق السفر لا مانع من ذلك، كان النبي صلى الله عليه وسلم يتنفل على راحلته أينما توجهت به عليه الصلاة والسلام، فإذا كان هذا في النافلة فلا بأس. نعم.